مساء الخير على كل السادة المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلاصة الكلام. انا نوهت قبل كده ان البرنامج يا جماعة هو مش فني بس، ولا رياضي بس، ولا سياسي بس، ثقافي واجتماعي وديني، وهنناقش كل حاجة في البرنامج عشان الناس ما تفهمش فكرة البرنامج غلط. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على الطلاق واسباب الطلاق، والطلاق الشفوي يقع ولا لا يقع، وكلمنا فيه يعني من ناحية الشق القانوني ومن ناحية الشق الديني. النهاردة هنتكلم باستفاضة أيضا من ناحية الشق الديني عن الطلاق وأسباب الطلاق وكيفية تخطي يعني كلمة الطلاق دي، كلمة كبيرة يعني. وابتديت الحلقة اللي فاتت وقلت قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. كلمة الطلاق كلمة كبيرة جدا جدا، هي حلال لكن ربنا بيكرهها. بس النهاردة هنتكلم مع فضيلة الشيخ حسن الجنايني اللي منورني ومشرفني. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. منورني. ده نورك يا غالي، ربنا يبارك فيك ويحفظك. أنا يعني بحبك في الله. وأنا دي أول حاجة. أحبك الله الذي أحببتني. وحياة ربنا. ربنا يبارك فيك ويسعدك. أنا اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن أسباب الطلاق وانتشار الطلاق في مجتمعنا العربي ومجتمعنا الإسلامي عامة وفي الشرق الأوسط كله. يعني عايز أعرف من حضرتك ايه اللي وصل مجتمعنا لكلمة ان هو بقى كلمة انت طالق سهل عنده؟ يعني السؤال هنا هو ازاي وصلنا للمرحلة ديت؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ايه اللي وصلنا للحالة دي؟ وصلنا حاجات كتير جدا جدا، منها عدم وجود الثقافة الزوجية بين الزوجين. تمام. الزوج بيتزوج عشان عايز يتجوز ويخلف وعايز حاجات كده من الزوجة وخلاص، والزوجة كذلك عايزة اللي يصرف عليها وتعيش وتخلف وكده. هو ده نظر الزواج في حياة الزوجين، وهي دي المصيبة وهي دي الطامة. الزواج أعلى وأسمى من كده بكتير. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته، يعني الزواج آية من آيات الرحمن. ومن آياته أن خلق لكم إيه؟ من أنفسكم، يعني حتى منك. لا ده مش حتة منه بس كمان، ده في قراءة من أنفسكم، يعني من أحلى حتة فيك كمان. أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكن ومودة ورحمة وحب وألفة وانسجام وتواصل وتواد. الزوجة صديقة وحبيبة وأم وأخت وبنت وكل ما يخطر على بالك. الإنسان لما بيبقى مهموم أو حزين ما لقيش صدر حنين إلا يروح يحكي لمراته وهي تخفف عنه. سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها زوج الحبيب محمد، أعظم امرأة كملت من النساء، لما النبي شاف الملك في السماء وارتعد وخاف راح على مين؟ ده ما راحش لعمه ولا حد، راح على طول للسيدة. إني رأيت عجبة، يروح لزوجته الحنون، يروح لحبيبته، يروح للي يطبطب عليه، تروح للي تخفف عنه. بعض الأزواج، بعض الزوجات بالأخص يعني ما يعرفوش يا شيخ الكلام ده، يعني ما يعرفوش إن هي يعني المفروض السند والصديق وما تكونش بمثابة العلاقة ما بينهم مثابة عداوة، هي واقفة له على كلمة، هو واقف له على هي، هو واقف لها على كلمة. الكلام ده كله مفتقدينه في بيتنا، في معظم البيوت. في ناس كده ابتدت تبعد عن الدين وما بقتش تركز، واعتبرت إن الحياة الزوجية ما هي إلا عند أو مشقة يعني. فده منتشر كتير. أولاً جداً. الندية طريق الطلاق. الندية. الندية طريق الطلاق. على طول. ما هي بتعامله على إنه كده يعني لو عمل لي هعمله، ما عمل ليش مش عارف إيه، ولازم وكأنها بتحاسبه وهو بيعملها كأنه بيحاسبها. بس ده مش زواج. مش هو ده الزواج، مش هو ده الحب، مش هو ده التعاطف، مش هو ده التواد، مش هو ده التواصل. الحياة الزوجية أسمى من كده بكتير. انا اسمع عن الزواج ان هو بيقول لها يا انا، شوف يا انا. ايوه فاكرها دي طبعا. يا انا سمعت عنها. هي يا انا دي، هو ده الزواج، هو ده الحب. كنت سالت حضرتك سؤال قبل الحلقه، بقول لك ان زوج بيحب زوجته جدا، مش قادر يستغنى عنها وكل حاجه، ولكن هو بيبص بره برضه. تمام، قلت لي انت في الوقت دوت ان هو كده ما بيحبهاش، صح؟ اللي بيحب زوجته حب حقيقي وحب ما بيشوفش في الكون الا هي، بيشوفها هي اعظم واحده واجمل واحده وارق واحده. مهما كان سيبك من الشكل، الروح، حلاوه الروح ده شيء عظيم جدا. مش مشكله هي شكلها ازاي، هو لما اختارها كانت عجباه وعشان كده تزوجها. تمام. يعني معنى كده ان هي عجباه وعجباه قوي كمان. طيب ايه ده انك هتبص بره؟
لو بصيت بره يبقى انت ما بتحبهاش حب حقيقي. اللي يبدا يبص لدي ولدي ولدي ويقول لك ايه، بعض الناس الفهلويه يقول لك ايه، معلش ما مراتي حلوه وكل حاجه بس انا بحب برضه حدق شويه. تحدق ايه يا عم الحاج؟ تحدق ايه يا سيدي؟ تحدق ايه؟ انت مراتك المفروض هي الحلو وكل حاجه، كل حاجه في الدنيا طبعا. فاذا حصل في اصل العمليه ده، حتى العمليه بس هي دي، هل دي غريزه مع بعضها؟ تكلمك يا ست الشيخ، هل دي غريزه عند الرجل ولا هو، ولا دي فطره، ولا ده ايه ده؟ يعني ان هو يبص، يعني مثلا ممكن تكون زوجته مدياله كافه ما يرضي في بيته، من اولاد محترمين، من مراعيه امور بيوت، امور البيت عنده، يعني عامله له كل اللي يرضيه في البيت، وتلاقيه برضه بيبص بره. هو بيبص بره لاسباب كتير. اولا ضعف الوازع الديني، خلينا مقتنعين كده تماما ان هو يعني مش مالي عينه قوي يعني، وعايز يعني يشوف حاجه تانية. وعايز، طيب يا اخي هي معاك، في عامل بترجع للزوج وعامل بترجع للزوجه. العامل اللي بترجع للزوج ان هو ضعف الوازع الديني فعلا، انه مش قادر يعني يشوف ان هي دي كل حاجه في حياته وهي وخلاص. في حاجات بترجع للزوجه ان هي بتنكد عليه، يعني تبقى في ساعه رضا وساعه لطفه وبقول لها يا حبيبتي انت جبت لي اللي قلت لك عليه، يا شيخه بقول لك يا حبيبتي تقولي جبت لي اللي انا قلت لك عليه. مش هو ده، لكل مقام مقال. أكيد. ازاي الزوجه تطبطب على زوجها؟ والله هي لو طبطبت عليه هتبقى امه وحبيبته وكل حاجه. دي حقيقه فعلا. ومش هيخجل يا شيخ. وانا ما بلومش على 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 الزوجه بس، لا، الزوج الزوجة والزوجه الاثنين، اصل دي شركه بين اثنين، شراكه. الشركه دي لابد انها تتم على اكمل وجه من الاثنين. هو يعطيها كل ما يستطيع وهي كذلك تعطيه كل ما يستطيع. يعني تبقى عارفة ان الحاجة دي بتزعله وكل شوية عملت الحاجة الفنية ولسه جاي من الشغل وطالع عينه، الواد عمل والبيت سوت والواد مش عارف ايه. طب ان الله مع الصابرين، اصبري حتى بس، يعني الراجل جاي هلكان. مفيش ثقافة زوجية. وانا قلت قبل كده كتير قوي ان في كل دول العالم في مراكز للتثقيف للثقافة الزوجية قبل الزوجين ما بيتجوزوا، بيروحوا المركز ده وبعدين يقول له شوف عايز تعيش سعيد، واحد اتنين تلاتة اربعة عاملها ازاي وتكلم معاها ازاي، في الحوار بين الزوجين، في ازاي تلبس، في لما تيجي تنام حتى عند النوم بتنام ازاي، لو انت عايز كل حاجه في الدنيا، لو انت بتتكلم معاه، لو انت غضبان تعاملها ازاي، لو انت فرحان تعاملها ازاي، كل حاجه، بحيث ان هو يبقى مثالي. او مش هنقول 100% بس على الاقل 60 70 80%، مش يبقى 10% ولا 20%. والزوجه كذلك برضو، واحده بتمسكها وتقول لها كل حاجه. مش الموضوع الناس حط الزواج ده كله في العلاقه الحميمه، هو ده الزواج ابدا يا ناس. والله في حاجات جميله جدا 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 احلى من العلاقه دي. ايه يا شيخ؟ يا سلام. بس خلينا ترد على ايه هي بعد. طيب. ما نستقبل اتصال ام اياد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام اياد. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ اهلا وسهلا، يبارك فيك يا شيخ حسن. ربنا يبارك فيك ويحفظك. معلش رجاء ليا سؤالين. اتفضلي. اول سؤال يا شيخ، انا بحب جوزي جدا وبحترمه والله، وهو بيبادلني نفس الشعور. ربنا يسعدكم. تمام. حضرتك بس المشكله لما بيبقى متضايق ولا حاجه بيستفزني وبيضايقني، واوقات يعني بمتص غضبه وبحاول على قد ما اقدر ان انا ما اضايقهوش، واوقات بتنرفز غصب عني، لكن برجع بقول لنفسي يعني عشان دايما بيبقى عندي وسواس وكده، بخاف ان ما نكملش مع بعض، برجع اقول الحمد لله ان هو موجود في حياتي، ما ينفعش ان انا ازعل منه كل شويه وبرضيه يعني. تمام. وبعامله بما يرضي الله. بس يعني عايزه حضرتك تقول لي اعمل ايه مثلا لما ببقى متضايقه او في ضغوط عندي او كده، عشان استحمله اكتر من كده، او عشان نكمل مع بعض حياتنا بامر الله. ده اول سؤال. ثاني سؤال، معلش، واحده صاحبتي كانوا بيتخانقوا هي وجوزها على فلوس وكده، وبعدين قالت له خلاص، فرميت له الفلوس على الارض وقالت له خلاص ما يبقاش في بينا اي تعاملات وكده، وما تدينيش فلوس تاني. فقال لها عليا الطلاق، مش هديكي جنيه في ايديكي. فعايزه اعرف حضرتك دي يعني تعتبر طلقه ولا ايه؟ شكرا لحضرتك جدا وربنا يجازيك خير. شكرا يا ام ايه. طيب معانا الهام. الو
شكرا لك. وصل سؤال ام اياد لحضرتك، بتقول لك ان هي عايزه تعمل ايه عشان جوزها، يعني ايه اللي تقدر تنصحها بيها عشان تقدر تستحمل جوزها اكتر وتقدر تكمل معاها حياتها، وان صاحبتها جوزها حلف قال لها عليا الطلاق. خلينا واحد كذا. واحد. اتفضل. السؤال الاولاني يعني تعمل ايه عشان تقدر تتحمل شويه. يا ام اياد انت في نعمه محدش فيها. بتقولي اعمل ايه عشان امتص ده، انت في نعمه محدش فيها، انت بتقولي انت انك بتحبيه وهو بيبادلك نفس الشعور والام حلو قوي كده، حلوين قوي قوي، دي نعمه في حد دي زي. نعمه في حد ذاتها، حافظي على النعمه دي. صح. طب تمتصي غضبه ازاي؟ تمتصي غضبه بان تاكدي يعني هي عايزه حاجه عشان تخليها تتحمل شويه. بالظبط. اقول لك على حاجه تخليك تتحملي، انك صبرك عليه لك عليه اجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. كلما صبرت كلما خدت الاجر من الله. أكيد. وخدت الاجر من الله وبس، لا ده وكمان هو نفسه هيحس يعني بشعور عجيب جدا، حتى لو بين انه متضايق ومتنرفز وساب البيت، بس من جواه عمال يقول له في زي دي في الدنيا. ده انا بقى اذا كان انا بتنرفز عليها وبتطبطب عليها وبتقول لي ولا زعل نفسك. انا بقول لك اتعلمي من امك. حضرتك تعرف امي؟ لا انا اقصد امك خديجه. ايوه بالظبط. تعلمي من امك خديجه. بالظبط. تقول له والله لا يخزيك الله ابدا. يا سلام. بتقول مش تقول له بقى الله انت جرى لك حاجه ده انت لا 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 لا. شوف في عز اللي النبي بيرتقي تقول والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم. شوف بتذكره بالايه؟ يا ريت كل انا عارف عارف النقطه دي حضرتك. لو كل زوجه عرفت النقطه اللي انا بقولها دي هتعيش سعيده جدا. بتذكر محاسن الزوج، انك لتصل الرحم وتخر الضيف وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الدار. بتقول له ده انت فيك خير عظيم جدا، بتمدح فيه بتمدح فيه حتى وقت الضيق. ايوه حتى وقت الضيق. الزوجه دلوقتي انت كنت عملت لي حاجه، ده انت عمرك ما وريتني يوم هاني. طب بالله عليك منتظر منه ايه لما انت تقولي له كده؟ لكن اتعلمي تقولي محاسنه، اتعلمي تقولي فضائله، اتعلمي تقولي ده انت راجل طيب اصلا، انا اول ما بشوفك زعلان بالطريقه دي، ده انت ما شاء الله عليك. اول ما تقوله كده خلاص الشيطان خنس وبعد، لان البيت الذي يذكر فيه اسم الله يكثر خيره ويقل شره. لكن تخيلي بقى انت عماله تقولي له على مساوئه، طب ما هو هيزيد مساوئه. طب مش انا وحش؟ انا هوريك الوحاشه الحقيقيه بقى. لكن لما تقولي له بقى على فضائله، يا اخي ده انت ما شاء الله عليك، ده انا بفتخر بيك في كل حته. هو في زيك في الدنيا؟ ده انت ربنا يبارك فيك، اذا كان انت ان شاء الله ربنا يجمعني بيك في الجنه، لانك انت راجل تبدا حتى لو بتقول من ورا ظهرها. اصل شوف انا هقول لحضرتك، يعني الزوج عامل زي الطفل. المراه اللي كانت بتنصح بنتها بتقول واعلمي يا ابنتي ان زوجك طفل كبير. دي حقيقه فعلا والله، هو طفل. يعني انت بتتكلمني عن حاجه انا مقتنع بيها، العمال يكسر ويقول وزعق ومش عارف ايه، ومجرد حاجه بسيطه راح كل حاجه. دي حقيقه. غلبان الزوج، غلبان يا ست. غلبان والله، مسكين. واحده تقول دلوقتي يعني الزوجه مش غلبان، لا الزوجه اكثر غلبا، وهي الضلع والاعوج، وهي الشيء المفروض اللي هي القاروره رفقا بالقوارير. وهي اللي وصى عليها سيدنا النبي قال استوصوا بالنساء خيرا. هي دي اللي لازم نستوصي بيها خير. بس ما تلاقيني زعلان، الدنيا ما اتقلبتش يعني. طب طبع عليا مره لوجه الله يا شيخه. مش كل مره لما تلاقيني زعلان انت بره كنت ضحكتك قد كده وجاي لي اتنكد عليك. لا 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 انا مش عايزك تبقي كده، انا عايزك تكوني يعني بلسم حتى شايفاه كده. وفي زوجه تقعد تقول له يعني مثلا لو داخل ملوش نفس ياكل، انت ما انت كنت بتاكل بره، طب انت ايه اللي مثلا بتفضل تقعد بقى يعني تديله ولا هو يعيب طاقه سلبيه كده في الأكل البيت ولا هو يعيب على الاكل مثلا ولا هي تقول له ما انت مش عارف كنت مع صحابك لا 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 ينفع دي ولا ينفع دي. يا ناس يا ناس، الكلمه الطيبه صدقه. صدق. وبين الزوجين بقى شوفي بقى، شوف بقى صدقه. ولا ان تضع اللقمه في فم زوجتك لك بها صدقه. انت زعلانه يعني؟ انت متاكده انك ايوه زعلانه منك؟ طب خدي دي من ايدي. هتخسر ايه؟ تقول لك يقول لك كرامتي. كرامه ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كرامه بين الزوجين. ده هو النفس واحده. كرامه ايه؟ كرامتك على نفسك، ما هي نفسك التي بين هي نفسك. فما فيش حاجه اسمها كرامه بين انت شايفها زعلانه، راضيها يا اخي واكلها بايدك، ايه المشكله؟ هو عيب؟ خليها بتغسل كده، والله ما انت مكمله، انا اللي هكمل الغسيل ده النهارده وبتاع، والله لو كانت نار هتنطفي. لان برضو المراه مسكينه، المراه غلبانه وعايزه برضو اللي يحنوا عليها ويطبطب عليها، وبرضو الزوج نفس الشيء.
طيب السؤال الثاني معنا طيب ماشي معنا بس سمر، وبعد كده نرجع لكلمة علي الطلاق. سمر، الو. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك وسهلا فيك. بعد اذنك كنت عايزه بس اسال الشيخ حسن على حاجه. معاك الشيخ حسن، اتفضل. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب. ربنا يكرمك. بقول لحضرتك، حضرتك بتوصي الزوج على الزوج وكده، وانها تبقى حنينه معايا وكده. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا كويسه جدا جدا مع براح الله فيه، بس هو مش لا، الصوت بيقطع يا سمر، معلش. كنت ايه؟ بقول لحضرتك انا براعي ربنا في زوجي، كويس، وللاسف هو لا يتقي الله فيا، هو على طول يتلكك لي، على طول ايه؟ يتلكك لي بالطلاق. تمام. كمان عايز يطلق بمزاجه، يعني بيتصل في حياتي. طب استهدي بالله يا سمر، سؤالك وصل، في سؤال تاني؟ انا هجاوبك، انا عيني، حاضر هجاوبك، حاضر. طيب شكرا يا سمر. معانا حامد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حامد؟ تمام وانتم بخير. اتفضل يا فندم، معانا الشيخ حسن الجنايني. اتفضل فضيله الشيخ حسن الجنايني. اتفضل. حضرتك وعدتني انك انت هتساعدني وانا في حاجه مش المساعدة. حاضر، من عيني، حاضر. طيب سيب رقمك مع الاعداد يا حامد، وشكرا لحضرتك. انا معايا رقمه، وهو كان اتصل قبل كده. وهو عنده ظروف، وانا بادعو، يعني فرصه ان انا بادعو. لو اي حد من اهل الخير يستطيع، انا معايا تليفونه ومعايا عنوانه، ممكن يروح له. تمام. وهو مكانه مش يعني طب. جنب مترو، فسهل جدا. ممكن يروحه ويشوف الوضع بنفسه. ولو حد يقدر يساعده يا ريت والله. يعني رساله لاهل الخير يعني يا جماعه، لاهل الخير يروح له هو بنفسه. ما يديش لحد، يروح له بنفسه. ويشوف حالته ويشوف وضعه ازاي، واللي يقدر يساعده باي وضع يا ريت يعني. وربنا يرزقه من فضله ان شاء الله. طيب. نرد على ام اياد اللي صاحبتها حلف جوز عليها بالطلاق، وبعد كده نرجع لسمر ان جوزها ما بيتقيش ربنا خالص فيها، وكل شويه يهددها بالطلاق. تاني خلينا في الاولاني بقى. طب خلينا في سمر يعني. لا لا، سؤال سؤال يعني. ماشي تمام. بالله بالترتيب عادي، ام اياد قبلها صح؟ لما خلصنا ام اياد المشكله الاولانيه اللي هي ان هي تصبر على جوزها. السؤال الثاني اللي هو بتاع صاحبتها حلف عليها بالطلاق. لا، هو برضو انا مش عايز حد لما يسال يقول حلف عليا بالطلاق. اصل حلف عليا بالطلاق دي تحتها خطوط كتيره جدا. بالظبط. هي طلعت دقيقه في كلامها وقالت قال لها عليا الطلاق، ما انت اديك جنيه في جيبك. بالظبط. ده لو انا متذكر صح يعني. تمام. طيب هل الطلاق ده يقع؟ لا، الطلاق ده لا يقع. بس هيطم 10 مساكين عشان مش قعدش يقول عليا الطلاق. ومش كل شويه واحد يقول عليا الطلاق، مش كل حاجه عليا الطلاق. مش على الفاضي وعلى المليان عليا الطلاق. يعني انت يعني عايز تثبت انك راجل والراجل بيطلق ومش عارف ايه. يا اخي انا بتعامل معاك في موضوع ايه؟ دخل مراتي والطلاق والحاجات دي في المعاملات اللي بيننا؟ في ناس على لسانها على طول عليا الطلاق لما انا رايح، عليا الطلاق لما انا جاي، عليا يا اخي. يقول لك لا عشان ما اعملش وبعد شويه يعمل. طب يا اخي ليه بتحلف بالطلاق؟ من كان حالفا فليحلف بالله. وبعدين برضو ما تقعدش تحلف برضو ولا حتى بالله على الفاضي وعلى المليان. يعني حافظ على لسانك شويه. ومش كل حاجه عليا الطلاق، كلمه عليا الطلاق دي حرام. ايه رايك بقى؟ مفيش حاجه حلفا بالطلاق. اللي بيحلف يحلف بالله باسمائه بصفاته، لكن ما يحلف مش كل حاجه عليا الطلاق. عليا الطلاق كل عليا الطلاق هيقولها هيطعم 10 مساكين. خليه بقى عد بقى. يعني ان شاء الله في بعض الناس اجل ما مش هيكفي. يعني الطلاق ما كانش جايز، هو كده عليه ان هو يطعم ويطعم 10 مساكين. طيب سمر جوزها ما بيتقيش الا فيها، وكل شويه يهددها بالطلاق. يعني انا هقول له كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قال خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. فالخيريه دي منين؟ شوف انت كويس مع مراتك يبقى انت فيك خير، انت سيء مع زوجتك يبقى انت ما فيكش خير. كفايه كفايه دي صح. كفى بالمرء اثما، ده كلام سيدنا النبي. كفى يعني كفايه عليه الذنب ده. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ودي انت بتعولها لو ضيعتها. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، يعني اللي بتاكله، ودي انت بتاكلها. هيقول لك ده الاولاد. لا، ما هي كمان. فانت ما ينفعش. وبعدين سيدنا النبي قال ما اكرم النساء الا كريم، ولا اهانهن الا لئيم. يا اخي خليك كريم واحسن اليها. ده هي دي وصيه سيدنا النبي. ده من اخر وصيه سيدنا النبي، استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان. هي عندك اسيره يا اخي.
الاسير ده لابد ان تحسن اليه وتكرمه، مش على طول على طول. ده بعض في سيده كانت بتتصل بيا وانا في الطريق وبتقول لي زوجي كل ما فيش في لسانه انا هتجوز عليك، انا عايز اتجوز، انا هتجوز عليك. يا اخي يا شيخ ترد يا اخي طلعت في ازواج كتير كده. انا يعني بعض الاقارب ليا كل شويه برضو هدد زوجته بان انا هتجوز عليكي، انت مالكيش عيشه معايا. في ناس كتير من على فكره اللي دايما بيقول تنصح الزوجات بايه في الرد؟ الرد يكون ايه هنا يعني؟ انصح الزوجه ولا الزوج اللي قال؟ الزوج كده كده قال ومصمم واخد القرار وعازم. الزوج ننصحه، الزوجه ما قالتش حاجه، انا هنصح الزوج الاول بعدين بقى الزوج. تمام، انصح الزوج الاول. انا اقول له بطل بقى تقول لها انا هتجوز عليك، لانها مش ممكن حد لك نفس يا اخي. ده هتحط لك الاكل بعد ما تقول المفروض بتقول لك اتفضل يا حبيبي او يا حبيب قلبي، وهي بتقدم لك الاكل. دلوقتي لما تقول لها هتجوز عليكي تخيل هتقول ايه؟ بالسم الهاري على طول في نفسها. ما هتتجوز عليها ده انت يعني لو مت اهون انك تتزوج عليها. واحد يقول لك انت بتحرم ما احل الله، يا اخي ابدا. بس الفطره امهات المؤمنين كانوا بيغيروا يا اخي. مين ما بيغيرش؟ اللي ما بيغيرش ده يبقى حاجه تانية خالص مش تبع البشر. كل انسان فيه الغيره، لابد ان يكون فيه غيره، نسبه غيره. لكن لو ما فيش غيره خالص ده يبقى حاجه تانية خالص، يبقى حاجه تانية. ما تقعدش في وشها كده يقول لك اصل انا بهددها. انت بتهددها ده هتكرهك، هيجي في يوم هتقول لك يا اخي مستني ايه، روح اتجوز ولا انت حر. ما انت خلاص وصلتها لدرجه. انت فاكر الكلمه دي بسيطه على المراه لما كل شويه تقول انا هتجوز انا هتجوز انا هتجوز؟ هي مش سهله عليها، عمرها ما كانت سهله عليها ولا هتكون سهله عليها. عشان وقت البرنامج، نصيحتك للزوج وللزوجه. ما احنا قلنا للزوج بطل بطل بقى انك تقعد تقول لها هتجوز هتجوز هتجوز. تمام، وده منزلق خطير على فكره. طالما بيقول كده يبقى في نيته فعلا. تمام. انا بقول اهو لكل زوجه، اي لما زوجك يقعد يقول لك كده يقول لك ده انا بهزر. لا ما بتهزرش، انت جواك نفسك في كده. تحية. يا اخي بلاش كده. اما نصيحتي للزوجه، انت بقى خدي الموضوع كانه مزحه وكانه يعني بقول كده وخلاص، ولو انت تلاقي زيي برضو ده انا تحت رجليك، ده انا خدمتك، انت تلاقي زيي برضو، تلاقي حد مش عارف ايه، تلاقي حد مش عارف ايه، تحاول ايه تضيع الموضوع، تقول له مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. حظي سيء طبعا لان وقت البرنامج خلاص انتهى، حظي انا اللي سيء. واحنا بدانا انا مع الوقت انتهى. نظرا طبعا للظرف اللي كان عند حضرتك، اتشرفت بيك، شرفتني ونورتني، واكيد في حلقات تانية ما بيني وما بينك اكيد. لا يشرفني يعني. كل الشكر لفريق العمل، كل الشكر ليك يا مارينا، كل الشكر للمخرجين طبعا، والشكر لمصطفى بدران الكبير بتاعنا واستاذ صدام وكل العاملين على هذه القناه المحترمه. اشوفكم على خير الاسبوع القادم في برنامج خلاصه الكلام.